خير. يوم السبت ومننهي أكيد الأسبوع بشو بستراتشينج إكسرسايزز، يعني تنريح وتنكون أصلاً عم ندخل الستراتشينج. ودايماً نذكركم أن ندخل الستراتشينج ببرنامجنا لازم نكون عم نخصص له وقت أكيد. رح كون عم بشتغل الستراتشينج إكسرسايز أنا واقفة، رح بلش أكيد بالنفس إكسهيل، رح حاول عبي النفس بالتشاست، يعني بدي أخذ نفس يكون عم يتعبى بالصدر، اكسهيل كمان اكسهيل. رح بلش بأول اكسرسايز، رح حط ايدي بهالشكل ورح كون عم بعمل دايناميك ستريتش، عم بفتح كواعي لورا على الماكسيموم رينج بقدر اوصل له، يعني المدى اللي بقدر افتح فيه على الماكس. وهون بس اوصل على الماكسيموم رح افتح ايدي على الاخر. هولد مثل ما انا، خلي ايدي على راسي بعليهم شوي، رح وطي الدقن لتحت، رح اتقل ايدي بس على الرقبه بدون ما شد، مجرد التقل عم بيساعدني اعمل ستريتش. اخذ نفس على ايدي. هون شو رح اعمل؟ رح كون عم باخذ الكوع تو ذا سايد كمان، كوعي عم جيبه على الجنب بريح، رح افتح ايدي ثامبس عم يطلعوا لورا كأنه عم أقشر بإيدي لورا، عم بفتح قد ما فيني ماي تشست. هولد خذوا نفس and exhale out. إيدي لقدام بالعكس، وكمان مرة هرجع افتح لورا. وهون رح كمل إيدي لورا وأكيد رح أرجع بإيدي بطلع بإيدي لفوق، نفس الوقت بندنيز برجع بالورك لورا، خليت إيدي swing the arms بريحهم. وهون بندنيز وبحط كوعي على ركبتي and hold. ومن هون بفتح كف ايدي لفوق and then down. كمان bend، بحط الكوع على الركبة، عم بحس stretch بالshoulders، عم بفتح كمان ايدي لفوق، ناخذ نفس and exhale out. Swing the arms. حط ايدي على ركبتي. Lift yourself up. Roll. وهون رح انزل كمان براسي. رح انزل قد ما فيني لتحت. رح اطلع كمان بالراس. افتح للشست. And drop. رح انتقل كمان لاكسرسايز. لأعمل ستريتشنج لأجري. رح كون عم باخد بوزيشن اللانج، رح افتح على الماكسيموم، حط ايدي على الارض، رح ايدي لفوق، سويتش سايد. اكيد بنرجع الاجر على النص، نفتح الاجر الثانية، ايد على الارض سبورت، كل ايد بدي استعملها لوك ذا البوز، افتح الايد الثانيه لفوق، ناخذ نفس، رح بسحب اجري الاثنين، بحاول اوصل قد ما بقدر، حط ايدي على الارض شوي شوي، بند نيز، lift yourself up، نفس
كمان مرة. انهيل اند اكسهيل. واخر مرة اند اكسهيل. هيك نكون عملنا ستريتشينج للأبر بودي للور بودي اليوم، وخلصنا السيشن. أكيد بتمنى أن تكونوا حبيتوها، وما تنسوا أكيد تعيدوا نفس التمارين على الأقل لثلاث جولات لتستفيدوا أكثر، وكل ستريتش تراي تو هولد قد ما فيكم. بتمنى لكم ويك أند حلوة، وأكيد ما تنسوا تفولو مي أون ماي انستغرام mz.fitness.